أعزائي كل محب مدارس اللغة الفرنسية في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم وخاصة المعلمين. النهاردة هنتكلم إزاي تجاوب على أكتر من 60 سؤال في حصة واحدة داخل الفصل. علشان تكتب 60 سؤال على السبورة ده موضوع صعب، موضوع شبه مستحيل. أنا فكرت في فكرة صغيرة حبيت أني أشاركها معاكم، ياريت تسمعوها. علشان تجاوب على 60 سؤال او اكتر من 60 سؤال، انا كتبت 60 سؤال دول في ورقة خارجية زي كده. ادي ورقة فيها حوالي 60 سؤال كتبتها على الكمبيوتر وصورتها بعدد طلبة الفصل. التصوير كلفني حوالي 10 جنيه، يعني مش حاجة كبيرة، ولكن هتبقى لمسة ونشاط كبير جدا منك وملموس، والطلبة حاسين بالنشاط ده. فانت بتوزع الورقة دي على كل الفصل عندك. انا عندي بالنسبة لي كل كشكول حطيت فيه الورقة بتاعته زي كده. ده كشكول، ده كشكول زي كده. انا علمت الواجب اللي فيه وكتبت رسالة للطالب: السيد الأستاذ عادل رضا، شكرا لاهتمامك بالكشكول، مرفق ورقة تدريبية على قواعد الدرس الأول، أرجو لصقها في الكشكول، خالص أمنياتي بالنجاح. وآدي الورقة، الطالب بياخد الكشكول وبياخد الورقة بتاعته. بتوزع الكشاكيل داخل الفصل وبتبدأ تحل مباشرة، مش بتحتاج انك تكتب كتير على السبورة. كل الاسئلة مكتوبة قدام الطالب، مجرد ان انت بتكتب الاجابة الصحيحة بس، وده هيوفر عليك وقت وجهد كبير جدا داخل الفصل، وهتقدر تحل 60 سؤال او اكتر. شكرا واشوفكم في الفيديو القادم. افواح.